السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة سريعة على بعض المواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي. مثلا الموقع دوت This person does not exit .com. ده بيعمل ايه؟ كل ما تدخل على الموقع بيبدأ يكون لك صور لناس مش حقيقيين، تمام؟ ده مش شخص حقيقي، مش حد اتصور، لا، ده هو الذكاء الاصطناعي بدأ يتعرف على صور كتير قوي، وبعد كده هو بيكون صور مش موجودة خالص، تمام؟ لاحظ ان في غلط هنا. طيب ده بيعتمد على خوارزمية اسمها جين بتكون وجنريت للصور. طيب الموقع ده ممتاز جدا، ده فيه قاعدة بيانات للمواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يوميا بتلاقي مواقع كتيرة اتضافت، يعني النهاردة اتضاف 12 موقع، تمام؟ تقدر تدخل كده وتبدأ تشوف ايه المواقع الجديدة وتجربها وتشوفها والتقييم وهكذا. ده خلاني اتعرفت على مواقع كتير جدا، وممكن تقول له انا عايز ادور على حاجات خاصة مثلا بكوبي رايت مثلا، يبدأ يفلترهم لك ويجيبهم لك، وتشوف التقييم في كم شخص عجبوا الموقع. طيب بعد كده الميدجورني. الميدجورني ده خطير جدا. عبارة عن ايه؟ ان انت بس بتكتب وصف وهو يبدأ يجيب لك الصور زي ما انت عايز. بيقول لك ان انت ممكن تعمل ساين ان او جوين على موقع اسمه ديسكورد، كل اللي انت تكتبه شرطة ايماجين يبدأ يجيب لك الحاجة. انا غالبا المفروض ان فترة تجريبية خلصتها وعملت ايميل جديد وخلصته وهكذا يعني. دي الصور اللي انا عملت لها كرييت بالحساب دوت. ده رفعت صورتي وقلت له بوظها، فقعد يبوظ فيها، تمام؟ كل اللي عليك بقى تقول له ان انت مثلا عايز تجرب حساب جديد، وتيجي هنا تقول له شرطة imaging، وتكتب مثلا بلو كات مثلا. انا بالنسبة لي اقول الحساب بتاعك خلص، مش بقى. فجاب لك الصورة بالشكل دوت، بدأ يبدأ خلص 93%. تشوف اني صورة اللي عايز يكبرها لك، فتقول له مثلا عاجبني الصورة رقم 3، فتروح دايس مثلا على U3، يبدأ يعملها لك كبيرة لوحدها. هو بيستفاد ان هو بيتعلم منك اني صورة الافضل. طيب نرجع الميدجورني ديسكورد، ده برضه موقع نفس الفكرة، تكتب له اي حاجة انت عايزها. دول مش بيدوروا على النت، ده بيكريت لك حاجة خاصة بيك. عمل شوية صور بجودة عالية اهوت، تمام. ممكن في خاصية حلوة اللي هي برنت اون تيشيرت، بحس ان انت عايز تطبعها على التيشيرت. طيب في برضه موقع ممتاز اسمه ستيبل ديفيجن، برضه جودته عالية، مجرد تكتب اي حاجة هتظهر عندك الصورة على طول. طيب تعال نشوف مواقع نفس الفكرة برضو. اوبن اي اي نفس الفكرة، هتقول له هنا لوج ان. صراحة ده اكتر موقع بستخدمه في الشغل بتاعي، ممكن يكون في صورة معينة واخدينها مثلا من الريفت، هو يبدأ يعدل عليها. نفس الفكرة، هتقول له بقى ايه ريد كات جنريت، يبدأ يعمل لك الصورة بتاعتك. لو لاحظت هنا دي الهيستوري، صور كتيرة عملتها وما خدش وقت. طيب بعد كده طيب الموقع ده برضو ده خاص بتصميم اللوجو، ده محرك بحث، يعني الموقع موجودة وهو بيجيب لك الناس قدرت تكون ايه بخصوص موضوع معين. يعني مثلا لو كتبت له كات مثلا
هتلاقي هو طلع كاتب من غير ما اكتب له، ماشي؟ زي ان هو بيقول لك ايه الكلمه اللي استخدموها عشان يلاقوا الكلمه دي، يعني بيبي كات مثلا، تمام. طيب خلينا نقول له مثلا ايجيبت، الصوره دي جميله مثلا، افتح. تقدر تاخد الكلام ده كوبي بيست بحيث تستخدمه في مثلا توليد صور تانية، هيعملك صورة مختلفة بس هتبقى قريبة من الصورة دي، يعني مش هيجيب لك نفس الصورة، لا. حاجات يعني جميلة كده الواحد بيسرح فيها ما قدرش يساوي. طيب الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي بقى ده خطير، ده فعلا لازم تستخدمه. يعني انا مثلا ساعات باجي عايز اكتب ايميل اقول له اكتب لي ايميل عن كذا، عايز مطلوب مني موضوع بقول له اعمل لي، تمام، اكتب لي الموضوع دوت، عايزه ترجم لي حاجه، في كود عايزه على طول، تمام، بيقول لي في تحسينات حصلت، تمام. ممكن اي حاجه انت تفكر فيها اساله فيها، بس ما تاخدش كلامه ثقه 100%، يعني ساعات بيفتي، تمام. ده موقع برضو بتحول النص لصور، لا لصوت، في ده بيحول صوت. الموقع ده خطير جدا، في شوية مزايا اكتر من اي موقع تاني، اللي هي ايه بقى، في مثلا ان انا بديله تكست ويروح يحول صوت، اقول له خد الكلام دوت واعمله على هيئة فيديو ويعمله لي، اديله فيديو موجود ويبدأ يعمل لي السبتايتل، يعني ممكن بكل سهولة يعمل لك كل الفيديو ترفعه انت بس على اليوتيوب وخلاص. يعني دخلت قبل كده على شات جي بي تي وقلت له اكتب لي موضوع عن السياحة في مصر، ورحت واخد الكلام كوبي بيست وراح حاطه هنا وقلت له حوله لصوت فضاف صوت، تمام. هتلاقي على قناة بيم قريبة شرح بالتفصيل ازاي تستخدم الادوات ديت، تمام. ما فيش حاجة خالص، بقول له اختار فيديو واحط عليه الكلام ويروح مظبطه له. موقع الصراحة ولا في الأحلام يعني. ده برضو موقع من المواقع الجميلة جدا، في زي شات جي بي تي وفي التعديل للتكست، تمام. في حرف زيادة بس كده، فهو ده اللي خلى مفتحش. زي ما انت شايف في شات جي بي تي تقدر تتناقش معاه في حاجات، ان هو يجهز لك حاجه للسوشيال ميديا زي الفيسبوك، ممكن تقول له اعمل لي مقاله، اعمل لي باراجراف، اعمل لي مقاله حولها لي نقط، او نقط حولها لي لمقاله. ساعات بكتب نص سطر هو يخلي لك 5 6 سطور كأن شخص بروفيشنال اللي عمل الكلام دوت، تمام. ممكن تكون كاتبه بشكل معين تقول له غير لي شكل الكلام. طيب دي يعني موقع ايه تاني اللي موجود هنا، برضو في ان هو يكتب لك مقالة، في ان هو يحولها لك لاسلوب قصصي. الموقع ده جميل جدا، ترتيل. ترتيل دوت انت بتقرا وهو اوتوماتيك بيحلل الصوت بتاعك وينبهك ان انت مش بتسمع الصوره صح. جميل جدا يعني موقع او ترتيل حفظ القران من خلال الذكاء الاصطناعي. طيب دي المجموعه الاولى من مواقع الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله برضو هسيب لكم البرزنتيشن لو حد حابب ان هو يشوف المواقع دي بإذن الله.